من ناحية تانية، المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة أكد أن الكشف الطبي هيقوم المرشح بتسليمه بنفسه، وأنه وزارة الصحة يعني مش هتقوم بإرساله، وأن اللجنة استبعدت عدد من الرموز المرتبطة في الأذهان يعني بصور سلبية أو اللي ممكن يساء فهمها لدى الناخب. برضو تم استبعاد رمز النجمة اللي هو كان رمز الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء انتخابات الرئاسة، وشعار برضو أو رمز قناة السويس منعا لأي إيحاءات سياسية. اللجنة برضو بتأكد على أن القانون لم يتطلب أي شرط في ترشح مزدوج الجنسية زي ما كنا بنتابع في التقرير، وكل ما عليه هو استكمال أوراقه، لو استوفى المطلوب منه يتقدم بالأوراق. معانا تقرير نتابعه مع حضراتكم عن الجديد بالنسبة للكشف الطبي للمرشحين. مستشفى الشيخ زايد واحدة من ضمن 40 مستشفى على مستوى الجمهورية يخضع فيها طالب الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة للكشف الطبي، وإن كان الإقبال ضعيفا نظرا لاقتصار الأمر على من يقوم بهذا الكشف لأول مرة ومزدوجي الجنسية. الإقبال كان أول يوم ضعيف، تاني يوم كان اللي هو كان امبارح زاد الإقبال 4 حالات، كان أول يوم حالة واحدة. النهاردة احنا بادئين اليوم الثالث، وفيه بحسب ما بلغونا في حالات في المعمل، ممكن تكون 2-3 في المعمل، لسه مش عارفين العدد. كشف طبي يتضمن تحاليل طبية وفحوصات من شأنها أن تجيز لهم الترشح على عضوية مجلس النواب التي تهتم في المقام الأول بأن يكون المرشح لا يتعاطى مخدرات أو مسكرات، وأن يكون سليم العقل والبنية. المرشح بيجي معاه جواب موجه للمستشفى، بيكون هو مستخرجه بنفسه، بيجي يتقدم، يبتدي عندنا الفحوصات بالمعامل، وبعد كده في لجنة البطنة ولجنة الجراحة واللجنة النفسية. ويعود ضعف الإقبال إلى أن أكثر من 95% من راغبي الترشح حتى الآن قد سبق لهم إجراء الكشف الطبي خلال شهر فبراير الماضي قبل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذي بمقتضاه أدخلت تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية. تطبيق إجراءات الكشف الطبي على المتقدمين للترشح يهدف بالدرجة الأولى للتأكد من السلامة الصحية والعقلية لنواب الشعب المرتقبين، كي يكون البرلمان المقبل محققاً لآمال المصريين جميعاً. هدي الصقر، الحياة اليوم. احنا معنا على التليفون أستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المتابع والمتخصص في العملية الانتخابية. مساء الخير يا أستاذ علي. نوري فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه يعني عايزين ناخد رايك من متابعتك للثلاث ايام اللي فاتوا، يعني او النهارده ثالث يوم، تقييمك للاقبال، الاجراءات اللي تمت، اهم الشكاوى للمرشحين، وازاي اللجنه تعاملت معها. هو طبعا ليس صحيحا ما يردده البعض من ان الاقبال على الانتخابات يعد اقبالا ضعيفا. هذا امر غير صحيح على الاطلاق. حينما يكون قد تقدم حتى الان 3417 شخصا، من بينهم 142 سيدة لخوض انتخابات مجلس النواب خلال الثلاثة أيام الأولى. أنا بعتبر أن ده عدد كبير جدا، لكن ما زال الوقت أمامنا أو أمام المرشحين للترشح حتى يوم 12 من الشهر الجاري، وأتوقع أن يصل العدد إلى أضعاف هذا الرقم الذي ذكرناه طبعاً الآن. طبعا أستاذ علي، إحنا بنتكلم كل اللي قدموا أوراقهم لغاية دلوقتي مرشحين فردي، لكن لسه القائمة مرشحين فردي، لكن لسه القوائم بالضبط، لا قائمة، مفيش ولا قائمة تقدمت حتى الآن، لكن نعم. القوائم لما حتتقدم قد يعني هيبقى عددها كبير طبعا، لأن طبعا في عدد كبير من القوائم ستخوض المعركة الانتخابية. وفق الأنباء الواردة حتى الآن هناك أحزاب ستجري إعداد قوائم، هناك تكتلات حزبية أو تكتلات سياسية بتنسق فيما بينها، في قوائم فيها حزبيين وأيضا فيها مرشحين غير منتمين إلى الأحزاب. كل هذه الأمور يجوز أن يتم اللي تسمى بالائتلافات الحزبية. إذا نزول القوائم سيزيد الأعداد. أيضا هناك عدد كبير من المرشحين لم يكن لديهم علم بأن الكشف الطبي سوف تستغرق نتيجته 3 أيام، ومن ثم لم يتقدموا حتى الآن، لكن التقارير الطبية كما نعلم التي تقدم المرشحون بها في التقديم السابق في شهر فبراير الماضي بالتالي أصبحت سارية، وأوراقهم ومستنداتهم جاهزة تقدموا بها. من كان يحمل التقرير الطبي من شهر فبراير حتى الآن أيضا مفعوله ساري تقدم به، لكن التقارير الطبية لم تصدر، تقارير بل بعض من راغبي الترشح لم يحصلوا حتى الآن
على التقارير الطبية التي تعد شرطا أساسيا ضمن المستندات التي ستقدمون بها. بعض المشكلات طبعا كان في تزاحم على مسألة الرمز الانتخابي. هذا ما أدى إلى الزحام الشديد في اليوم الأول لعملية الترشح، لأن هناك يعني ناس حريصة على الحصول على رمز بعيني كانت تحصل عليه في الأيام الماضية، في قصدي في الانتخابات الماضية في العقود الماضية، لكن هذه المرة قيل أن الأولوية بالنسبة للمرشحين الفردي للأسبقية، فبالتالي حدثت مشدات ومشاحنات بهدف الحصول على هذا الرمز، على الرغم يعني من أن بس المرشح مش هينجح عشان الرمز، لا يعني مفهوم، بس علشان الرموز برضو في بعض المشاكل، يعني الناس بتخاف ان في دايرتها يبقى الرمز غير مفهوم شويه او ما يبقاش سهل الترويج، وعشان كده قدامه 160 رمز يختار منه ما يشاء من الرموز. بس يعني لسه في رموز عليها بعض المشاكل برضو، ويعني فهل اللجنه بيبقى لا يعني من متابعتك برضو استاذ علي ممكن اللجنه تعيد النظر في بعض الرموز اللي يعني كان عليها علامه استفهام او كانت غريبه بعض الشيء؟ يعني على الاقل المرشح من حقه ان يتجنبها، يعني من باب اولى ان عدد الرموز كتير جدا، من حقه ان ينتقي ما يشاء من الرموز. يعني بقى قدامه 160 رمز، اكيد هيلاقي 20 30 50 100 رمز مناسب يختار اي من هذه الرموز يعني. تمام، شكرا جزيلا استاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع اخبار.